السلام عليكم، لاباس عليكم؟ هانيين، نتمنى تكونوا كاملين بخير. رمضان كريم، ان شاء الله يدخل عليكم الصحه والهنا نتوما والعائله ديالكم. اليوم جيت نشارك معكم واحد الفيديو اللي دوزتو النهار كامل في العروبيه، فيديو كيبغيوه بزاف المتتبعين ديالي في تيك توك ولا انستغرام، وبطبيعه الحال حتى هنا في اليوتيوب. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. فاول شيء غادي نشارك معكم هنا في الاول ديال الفيديو لهذا القفص اللي درنا فيه الدجاج والحجل، وزدنا عليه. دابا ان شاء الله نتصور معكم اللي زدناه، وغادي نشارك معكم بطبيعه الحال. دوزت نهار في الجني ديال الفول والجلبان، عطات الارض الغله كبيره ما شاء الله. وبطبيعه الحال الفيديو غادي ندخلوا فيه الطياب. درت واحد الجميله اللي بسيطه وسهله وجات لذيذه لذيذه، دوزت نهار واعر مع وليداتي. فنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، فرجة ممتعة.